بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عايز تعمل فتنة شهيدة وإن عشت عشت حميدة. أنا إن مت مت شهيدة وإن عشت مشت عشت حميدة. ولن أترك مصر لأحد، لن أترك مصر لأحد، لن أترك مصر لأحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. الله أكبر ضربك لينا، هيخلينا نسيب علينا، علشان ينتخب الفيلم، علشان انت غالية عندي، مش عيدية مش عيدية، دم اخواتنا مش عيدية، مش عيدية مش عيدية، دم اخواتنا مش عيدية. هذه هي بلدنا وكانت حضارتها هكذا، ونحن نريد أن نعيد المجد إليها والحضارة إلى أهلها والحرية إلى أبنائها. حرية حرية حرية، عيش يا بلدي حرة، عيش يا بلدي حرة، شد حيلك يا بلد، شد حيلك يا بلد. شد حالك يا بلد، الله أكبر.
العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الجمع الكريم، أيها الشعب المصري بجميع أطيافه وأعماره، جئتم اليوم لتستمر الثورة، جئتم اليوم لتصحيح المسار، جئتم اليوم لبناء مصر بناء جديدا، جئتم اليوم لتقولوا لا، لا للظلم، لا للذل، لا للعار. لن نقبل بالظلم والعار والذل، لن نقبل بنظام مبارك، لن نقبل أن يعود نظام مبارك من جديد. فما نراه ويحدث أمامنا هو عودة رويدا ببطء لكن سريع المفعول وأكيده، عودة لنظام مبارك، عودة للنظام الفاسد الظالم، للنظام المستبد. وإن الشعب المصري قد استفاق من نومته، وإن الشعب المصري لن يرضى أن يعود إلى عود الظلم والاستبداد مرة أخرى. لذلك جئنا اليوم نقول لا للظلم، نقول لا للظلم، نرفع الظلم عن المظلومين، نرفع الظلم عن إخواننا الذين سفكت دماؤهم ظلما، لا لجريمة ارتكبوها إلا أنهم يطالبون بحقوقهم، إلا أنهم يطلبون بحقوقهم المشروعة. لذلك نقول لا للظلم. أولا نقول لا للظلم، ونقول لا بد من نصرة المظلومين.
أيها المصريون، أيها الشباب، أيها الشعب المصري العريق، اصدقوا الله الآن وأخلصوا نياتكم لله عز وجل. خرجنا لنصرة المظلومين، خرجنا لرفع الظلم عن المظلومين، هذا أولا. والله أكبر، والله أكبر، والعزة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، وإن النصر قادم إن شاء الله، وإن الإرهاصات بين يدي التمكين والتغيير كثيرة، وأبشروا إن بداية التمكين الظلم والبغي، كما قال الله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. سفك الدماء، الظلم، البغي هو الوقود، هو الشرارة الأولى للتغيير والتمكين للأصلح إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. اسلامي يا مصر، إن للفداء وحق اليوم مصر لم تسلموا. فمتى مصر تسلمي من كل غادر يعتدي؟ أمنك بالوحي تنسلا، قرآنا يتلى مرتلا، اهبطوا في ظل أمنها وكلوا من فومها عدسها. لكن جعلوا الثمار ملوثا، يربوا في أبداننا سرطانا، وفشى الكلوي مصيبة تحل بالأطفال والكهولا. أولادك يا مصر انتفضوا، أولادك يا مصر انتفضوا، أولادك يا مصر انتفضوا، ليهدموا الفساد والتوريث، ليهدموا الفساد والتوريث. لكن فلول النظام اتحدوا ليقتلوا مهد ثورتنا، بثوا الدسائس لفرقتنا، فأصبحنا جماعات أحزابا أشتاتا. وقضينا على الزعيم الملهم، واستولى علينا الحاكم العسكري. واستولى علينا الحاكم العسكري. فمتى يا مصر تسلمي؟ متى يا مصر تسلمي؟ اسلمي يا مصر، إن للفداء. 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 Oh,
اقتدي بالرسول. رددي يا جبال رددي يا سهول اننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي 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 اننا من أباة الاسود اسعد العالم واضاء الوجود. رددي اننا من أباة الاسود اسعد العالم واضاء الوجود. رددي رددي كده مش سامع. انا عايز اعلى. نحب مصر وكلنا نحب البلد الذي نشأنا فيه وكلنا نحب الخير لهذا البلد، فينبغي ان نكون صادقين ايضا في الحرص على خير هذا البلد. نحن لا نريد مهاجمة احد، لكن نريد ان نحقق مطالبنا، وعلى رأس هذه المطالب ينبغي أن يكون هناك تحقيق فوري من جهة مستقلة. ينبغي أن يكون هناك تحقيق فوري من جهة مستقلة في هذا الأمر الذي حدث في الأيام الماضية، وينبغي أن يكون هناك مترتب على ذلك كل من ثبت تورطه في سفك دم محرم ينبغي أن يقتص منه. هذا الأمر عباد الله أمر شرعي، ينبغي أن يكون هناك قصاص، لكن لا بد أن يكون هناك تحري، ولا بد أن يكون هناك إثبات لكل من شارك في سفك هذا الدم الحرام. فإن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، وأعظم من حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فنحن اليوم أولا نسجل عزاءنا لأسر الضحايا ومواساتنا للجرحى والمصابين، ونتمنى لهم الشفاء العاجل، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يقيلهم مما حدث لهم. والأمر الثالث، نطالب هذا المجلس العسكري، نطالب المجلس العسكري لابد من أن يقر هذه المطالب المشروعة. ليس كل إنسان يطلب ما يريد، لكن هناك مطالب مشروعة متفق عليها فيها توافق، هذه مطالب معقولة لابد أن يجيب إليها. لكن ليس لكل صاحب طلب أن يطلب من هنا أو هناك وتتعارض هذه المطالب. لابد أن يكون هناك مطالب توافقية، ولابد أن يكون هذا أمر معقول ومطلوب وفي مصلحة الوطن، فلابد أن يجيب إلى ذلك، ولابد أن يبادر إلى ذلك. لا ينبغي لنا أن ندفع البلد إلى فوضى، لأننا سنضر وسنكتوي نحن جميعا بهذه النار إذا دفعنا البلد إلى فوضى أو إلى نوع من العشوائية أو الهمجية. لابد أن تكون يعني هناك مطالب نطالب بها، ونقف نطالب ونثبت الأمر، وأن يكون التصعيد يعني مرة بعد المرة، لا أن يكون هناك يعني تصعيد مرة واحدة، وإنما ينبغي أن يكون هناك مطلب. ونحن سنقف هنا في وقفة احتجاجية إلى صلاة العشاء، ليس لنا تحرك كاتجاه سلفي، لن نتحرك إلى لا مديرية الأمن ولا المنطقة الشمالية، ولكن سنقف هنا في هذا المكان إلى صلاة العشاء، نثبت وقفتنا ونطالب بمطالبنا. وإذا لم يستجب لهذا الأمر فإن الغد آت والأيام طويلة والميادين مفتوحة، ولكن ينبغي ألا يكون هناك يعني تعرض لبلدنا بالأخطار. هذا ما أردنا أن ننبه عليه، وعلى جميع الإخوة الهتافات والمطالب التي يطالبون بها يعلنون بها، ونحن لسنا ضد أحد. السلفيون
ليسوا ضد أحد وليسوا مع الحكومة ولا مع الشرطة، وأن الأمر بالنسبة لنا هو تحقيق الأمان لجميع أفراد الشعب. هذا هو يعني مرادنا ونيتنا، أن نحقق الأمان لكل أبناء الشعب. كل أبناء مصر إخوة لنا ونحن نحبهم، وهم لهم عندنا حقوق ينبغي أن نؤديها إليه، من الحرص على سلامة جميع المواطنين أيا كان، كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين. نحن لابد أن نحافظ على سلامة أبناء الوطن، وما نفعله ليس ضد أحد، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك من يفرق بيننا كأبناء الوطن، وأن يحاول أن يجعلنا طوائف وفرق ومجموعات، بل علينا أن نتكاتف، ولكن علينا أن تكون مطالبنا مشروعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما ألم بنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يحقق آمالنا، وأن يدفع الشر والبلاء عن أوطاننا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احفظ شباب مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ شباب مصر يا رب العالمين. اللهم أنعم على هذه البلدة بالأمن والأمان. اللهم إن البلد بلدك والأمن أمنك والعبد عبدك. اللهم أنعم على هذه البلاد بالأمن والأمان والسلم والسلام والسلامة والإسلام. أيها المسلمون، أيها المصريون، نحن اليوم نقف هنا لنعلن تضامننا وتأييدنا لكل المطالب المشروعة لإخواننا المتظاهرين في التحرير وفي كل مكان. ولن نرضى بالظلم لأحد أيا كان، لن نرضى بالظلم لإنسان على هذه الأرض أيا كان هذا الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل. ربنا عز وجل حرم الظلم وأمر بالعدل. ومن هذا الباب قد أوقفنا بفضل الله تبارك وتعالى الحملة الدعائية الانتخابية. لا تهمنا الانتخابات، ولا نريد الانتخابات حتى قبل أن تهدأ مصر، وقبل أن يعود الأمن لأهلها، وقبل أن تحقن الدماء المسفوكة هنا وهناك. الدم حرام. الله أكبر، هذا الشعب شعب مصر نسيج واحد، هذا الشعب شعب واحد، لن يفرقه هؤلاء الذين يسعون لتفرقة هذه البلاد وجعلها طوائف وفئات. نحن جميعا شعب واحد، قد نختلف مع بعضنا البعض في الرأي، لكننا والله ثم والله ثم والله نحب كل المصريين، ونحب الخير لكل المصريين. نعم، لا بد وأن الإعلام المصري لا بد وأن يكون إعلاما يعبر عن هذا الشعب، إعلاما لا يستفز مشاعر الناس ولا يسفه أحلامهم ولا يسخر منهم. لا بد وأن يكون إعلاما موضوعيا، إعلاما صادقا شفافا، لا إعلاما هداما، سواء كان إعلاما حكوميا أو القنوات الفضائية الخاصة أو غيرها. هذا الشعب
يثبت في كل يوم أنه شعب ذكي ليس شعبا غبيا. نحن لسنا أغبياء ولن يستغبونا بعد اليوم كما كانوا يستغبوننا في الماضي. نحن أذكياء، هذا الشعب يعلم جيدا المؤامرات التي يحيكها القلة لمصادرة حريته في اختيار مستقبله واختيار مصيره. هذه القلة يعلمها الشعب جيدا بأسمائهم وصفاتهم وشخوصهم، وقد أعلنوها الشباب على مواقع الإنترنت وغير ذلك. هؤلاء لن يفتوا في عددنا، وهؤلاء لن يفرقوا بين أبناء البلد الواحد وبين أبناء الأمة الواحدة، لأن مصير المصريين، كل المصريين مصيرهم واحد. نحن جميعا في سفينة واحدة، إذا غرقت هذه السفينة فبنا جميعا، وإن شاء الله لن تغرق هذه السفينة بتكاتف أيدينا مع بعض وباتحادنا مع بعض وباتحاد كلمتنا وتماسكنا حتى لا يخترقنا الأعداء من الداخل فيوسوسوا بيننا ويفرقوا بين أمتنا. لا بد وأن يدركوا أن هذا الشعب ليس شعبا غبيا. نحن ندرك كل هذه المخططات التي يسعون من أجلها لتمزيق الأمة وتفتيتها وتشتيتها، ونحن أيضا مع ذلك نعلن أننا ضد العنف الذي يمارسه ضباط الشرطة وقوات الأمن. نحن ضد هذا العنف لأن دماء المصريين ليست دماء رخيصة، دماء المصريين أغلى الدماء، ونحن نحافظ على هذه الدماء أيا كانت دماء المصريين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، خلنا إيد واحدة، خلنا إيد واحدة، خلنا إيد واحدة. هذا الشعب لن يستغفل بعد اليوم، ولن تعود مصر إلى عصور القهر والظلم، سواء كان الظلم الذي كان يمارسه نظام مبارك أو الظلم إن فكر الجيش أن يمارسه على الشعب، أو الظلم إن فكر غيرهم من القلة التي تحاول فرض سيطرتها على هذه الأمة وعلى وتصادر حريتها في اختيار مستقبلها. ليعلم الجميع أننا لن نرضى بأن تعود مصر إلى عصور القهر والظلم والاستبداد تحت أي راية كانت. لن نرضى بأن تعود مصر إلى عصور الظلم والقهر والاستبداد تحت أي راية كانت. سوف تعود مصر بإذن الله تبارك وتعالى لحكم العدل وعدم الظلم والجور بتماسك هذا الشعب وباتحاد كلمته، ولا نسمح لأحد أن يفض في عددنا أو أن يسرق هذه البلد إلى حيث يريد ويصادر حريتنا. الشعب المصري في الريف وفي الصحراء وفي المدن وفي كل مكان شعب ذكي يعرف من عدوه ممن يحب هذا الشعب ويحب الخير لهذه البلاد، كل أفرادها مسلمين وغير مسلمين. نحن نحب الخير لكل الناس، نحب الخير لكل المصريين، نرفض العنف الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين، ونطالب قوات الأمن ونطالب الجيش بأن يتدخل لكف الأيدي ودرء الفتنة وحرمة الدماء، لا بد من أن يرعاها الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لكم. نحن مستمرون إلى صلاة العشاء، وبعد العشاء علينا جميعا أن نتضامن معا وأن نقف معا، وإذا اضطرتنا الظروف لأن نعاود الكرة تلو الكرة سنعارضها بنظام وانتظام بصورة حضارية. لا نسمح لأحد أن يستغلنا أو يستغل عقولنا. جزاكم الله خيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طبعا كان بيتكلم عن الإعلام
الفاسد اللي مش عايز يعبر عن الشعب. احنا نقول الاعلام يا اعلامنا بطل لعب، يا اعلامنا بطل لعب، برضو كده مش هيسمعوا. يا اعلامنا بطل لعب، يا اعلامنا بطل لعب، وتعالى اتفرج على الشعب، وتعالى اتفرج على الشعب، يا اعلامنا بطل لعب، يا اعلامنا بطل لعب، واصحى شويه نحن الشعب، واصحى شويه نحن الشعب. الوحده في الوحده، 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 في الوحده. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها المصريون الشرفاء، ايها الشعب المصري المنتفض من غبار الظلم والطغيان، ايها الباحثون عن الحرية تحت غطاء الشريعة الغرة السمحاء، ايها الناس، قد حان الوقت وآن الأوان ان يسمع الناس في مشارق الأرض ومغاربها عن اعظم شعب قام بأعظم ثورة على مدار التاريخ، أثبتت أن هذا الشعب من أعظم الشعوب تحضرا، وأعظم الشعوب تمدنا، وأعظم الشعوب علما ومعرفة بحقوق الآخرين. ولذلك عباد الله، نحن اليوم هنا حتى نحقق ذلك المثل، وحتى نؤكد تلك الحقيقة، حقيقة الشعب المصري، حقيقة ذلك المعدن النفيس الموجود داخل كل إنسان مصري، حقيقة ذلك الإنسان الذي يعمر ولا يدمر، الذي يبني ولا يخرب، الذي يبحث عن الاستقرار أينما كان وحيثما كان. نعم عباد الله، جئنا لنحقق الاستقرار لبلدنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيذت له الدنيا بعذافيرها. فنحن اليوم عباد الله نبحث عن ذلك الاستقرار الذي نبدأ منه مرحلة جديدة من عمر الشعب المصري، يبدأ فيها في نشر العلم والإيمان والسلامة والإسلام في ربوع الأرض جميعا عباد الله. والله الذي لا إله غيره، إن العالم كله الآن لينظر إلى الشعب المصري نظرة إكبار وإعزاز لهذه الثورة، ولذلك الشباب المتوضي الطاهر، ذلك الشباب الذي ترك الراحة والتعب وانطلق في ميادين الأرض ليعلي كلمة الحق وليقول: لا لا، لن نستعبد بعد اليوم، 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 لن نستعبد بعد اليوم. عباد الله، لقد خلقتنا أمهاتنا أحرارا، فلن نعود عبيد، لن نعود عبيد للطغيان، لن نعود عبيد للفرعون، لن نعود عبيد للظلم ولأصحاب الظلم والجبروت والدكتاتورية، لن نعود كذلك، سنعيش أحرارا، سنعيش أحرارا، نبني بلادنا، بل سنبني العالم كله. فهلا ستقوم على سواعد الشباب الذي يبحث عن الاستقرار، وهذا الاستقرار لن يقوم ولن يتم إلا بأن نجتمع جميعا على كلمة سواء بيننا وبينكم، وألا نتفرق، وألا نتشرذم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، نصبر على هذا الأمر حتى يتم الله عز وجل أمره. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فمهما طال ليل الظلم، فلا بد أن تسطع شمس الحق بإذن الله، ولن تسطع حتى يصطلح الناس.
الناس مع ربهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نستغيث بالله، نستعين بالله، ونعلم أن النصر من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم عباد الله، أغاث الغرب، أغاث الغرب والشرق من اليهود وأعوانهم، أن الشعب قد التف حول كوكبة من العلماء يريد الاستقرار، فأرادوها فتنة، أرادوها فتنة تأتي على الأخضر واليابس، تأتي على شباب مصر، وإذا بهم يبعثون سراياهم ويبعثون الخبثاء منهم حتى يهيجوا الشعب وحتى يفتتوا كلمته وتصبح أيمانا وإيسارا ويصبح أقواما هنا وهناك والعياذ بالله. وهذا سيفتت الكلمة وتصبح الكلمة ضعيفة، ونحن لن نسمح بذلك، بل سنعيش جميعا يدا واحدة وطائفة واحدة. إذنك إذ بعض، نعم كلنا إذ واحدة، كلنا شعب مصر، كلنا إذ واحدة، كلنا شعب مصر، كلنا إذ واحدة، كلنا شعب مصر، إذ واحدة، إذ واحدة، إذ واحدة، إذ واحدة، إذ واحدة، يد، 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 يد تبني، يد تبني، والأخرى تهز عروش الأكاسرة والقياصرة، يد تعمر ويد تهدم الطغيان والظلمة والديكتاتورية في أي مكان وفي أي زمان. نعم عباد الله، نعم لن نرجع مرة ثانية إلى ما كنا عليه قبل ذلك، بل سننطلق، ننطلق مسارع الريح ومسابق الزمان في بناء بلدنا، في بناء وطننا، في بناء أمتنا عبادة. على سواعد الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فكونوا أنتم، كونوا أنتم يا شباب مصر هذا النوع من الرجال، كونوا أنتم خير الناس للناس، تدول بهم مقيدين في السلاسل حتى تدخلوا لهم الجنة. كونوا أنتم البناء، كونوا أنتم المعمرون، كونوا أنتم أصحاب الاستقرار في هذا البلد. نسأل الله عز وجل أن يعمنا بنصره وتأييده ومعونته، وأن يغيثنا سبحانه وتعالى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصر الإسلام بنا وانصرنا بالإسلام. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المصريون، لمن نشكو مآسينا ومن يسمع لشكوانا فيجدينا؟ أنشكو موتنا ذلا لوالينا؟ وهل موت سيجدينا؟ قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا ونعرب عن تعازينا. لا
معاذ الله لو نقلت لدى المرنى فلسطين. وهذا القدس تشكركم ففي تهديدكم حين وفي تنديدكم حين ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا. أيها المصريون عشنا عصور الظلم مع هؤلاء الخونة الذين أرادوا بنا الإذلال، أرادوا بهذا الشعب الأبي أن يكون في دير الأمم، أن نصير أتباعا لليهود والأمريكان. هؤلاء الأعداء أصبحوا هم قبلتنا مع هؤلاء الطغاة. جئنا لنقول لا، لا للاستعباد، فلقد خلقنا الله أحرارا، فمتى استعبدتم الناس وقد خلقهم خالقهم أحرارا؟ لن يعود القمع، لن يعود سفك الدماء، لن تعود قوانين الطوارئ، لن يعود الإذلال والاستبداد من كل من أراد بالشعب أن يقمعه. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل ظالم. ما تستعجبوش من التكبير، التكبير ده لوحده تفتح به المدن. اسمعوا لكلام رسولكم، قال صلى الله عليه وسلم: سمعتم عن مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: فإنه يغزو 70,000 من بني إسحاق يدخلون فلا يشيرون بها سيفا ولا يرمون فيها سهما، ولكن يقولون لا إله إلا الله والله أكبر. عشان خاطر
السلطة لناس ينتخبهم الشعب مش قدام المخلوق. قلنا امتى هتسلموا وتحددوا المعاهد. واحد اثنين تسليم السلطة فين؟ كلمتنا سمت اصل الدنيا ان لم تسمع لها
الاشياء الان الحاكم خادم عند هذا الشعب ليعلم كل من سيلي امور البلاد انه حيكون خادم للشعب مش حيكون حيقعد على المجلس فوق والناس تحت رجليه لا خلاص انسي الاوهام دي جينا اليوم لنعلن عن ربطنا وعن تضامننا مع المطالب المشروعه ونستجير الى الله سبحانه وتعالى وما ننساش اللي انتوا صلوا بالليل ان يزيح الله الغمه عن هذا الشعب وعن هذا البلد المستهدف تصلي لله وتقف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا حرر مصر من الطغاة خلص مصر من الطغاة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني الثائرون الرافضون للظلم الرافضون للخمع الرافضون للقتل المطالبون بالحرية والكرامة المطالبون بالعدل إذا جاء الدم فلا معنى للسياسة وإذا قتل المصري فلا اختلاف ولا تناقض ولا تنافر ولا فرقة ليست هذه الوقفة ولا المظاهرة ولا الثورة لجماعة سلفية وفقط وإنما هي لكل مصري لكل طوائف لكل مصري غيور لكل مسلم غيور لكل مواطن يريد أن يعيش بكرامة وأن يعيش بحرية في هذا البلد الذي ذهب الحاكمون فيه منذ زمن بعيد على أن يقضوا على أي كرامة وعلى أن يقضوا على أي حرية وعزة لن نستعبد بعد اليوم ولن نورث بعد اليوم وإذا كانت الثورة قد قامت لي نفض التراب عن هذا المصري الذي ظنه ميتا إذا كانت الثورة قد قامت بالتعبير عن حرية المصري وعن كرامته فإنهم يريدون أن يسرقوها ولهذا قمنا يريدون أن يعيدونا مرة أخرى لعهد الظلم لعهد الطغيان لعهد إذلال المصري لن نستعبد بعد اليوم ولن نذل بعد اليوم المصري له كرامة وله عزة وله قوة المصري مهما ذاق من الفقر ومهما ذاق من التعذيب ومهما ذاق من الحرمان فإن له كرامة فإن له حرية ليست هذه الوقفة وليست هذه الثورة وليست هذه المظاهرة ليست فقط لجماعة بعينها وإنما لكل طوائف المصريين لأننا دم واحد لأننا وطن واحد لأننا بلد واحدة كل منا ينبغي أن يثأر الدماء إذا سفكت فلا اختلاف بيننا ولا تنافر ولا فرقة وإنما لابد أن نجتمع دماؤنا غالية وليست رخيصة أبدا ولن تكون رخيصة يوما ما وإذا كان حكم مبارك قد ولى فإذا أراد العسكر أن يرينا وجها آخر لمبارك فنقول لا ونضحي بأنفسنا وعلى استعداد لن نقبل بحكم العسكر ولن نقبل بأن يمتد فينا أكثر من مدة محددة لقد حددها بعد أشهر قليلة نرفض سفك الدماء وندافع عن أنفسنا وعن إخواننا المصريين على اختلاف طوائفهم وعلى اختلاف مشاربهم كلنا ينبغي أن نقف صدرا واحدا وقلبا واحدا ودما واحدا غاليا نقول لا للظلم لا للطغيان لا للإذلال نعم للكرامة نعم لحرية المصريين نعم لغلو الدم المصري لن يكون رخيصا بعد اليوم
إذا كان العسكر يظن أنه قد منع الثورة بدعوى أنه حمى المصريين، فإنه الآن لم يرينا ذلك، إنه يقتل المصريين بالتعاون مع الداخلية. ولهذا قمنا وانتفضنا وعلى استعداد أن نثور وأن نتظاهر إلى آخر قطرة في دمائنا، لأنه إن أراد أن يسرق ثورتنا وثورة المصريين ويتظاهر لنا أنه حامينا، فإنه لا يرى ذلك اليوم، لا يرى أنه يحمي الثورة ولا يحمي المصريين، وإنما يريد أن يسرق ثورتهم وأن يعيدهم من الإذلال والهوان وأن يسفك دماءهم. ولهذا وقفنا الآن نطالبه بأن يحدد موعدا لتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني، إلى سلطة مدنية، وأن يحاكم هؤلاء القتلة الذين سفكوا دماء المصريين. القصاص 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 القصاص. دم دم صرف صرف. دم دم صرف صرف. لن نستعبد بعد اليوم. لن نستعبد بعد اليوم. لن نورف بعد اليوم. لن نورف بعد اليوم. لا بد أن يحكمنا من نختاره، من يعبر عنا، من يعبر عن وضعنا، أن نعبر عن إرادتنا، عن عزتنا، عن مدنا، عن قوتنا. كلنا يد واحدة، كلنا دم واحد، كلنا طائفة واحدة. إذا سفك الدم فلا نقول هذا فصيل والآخر فصيل آخر، لا، بل كلنا يد واحدة، كلنا وجه واحد، كلنا دم واحد. نقولها ينبغي أن تسلمه لمجلس لسلطة مدنية في الوقت المحدد، وتحاكم هؤلاء القتلة الذين سفكوا دماء المصريين، فإنها ليست رخيصة ولن تكون رخيصة بعد اليوم. ولا بد أن تحقق الاستقرار في أقرب وقت، وأن تقيل هذه الحكومة إلى حكومة إنقاذ وطني، وأن تقود البلد إلى الاستقرار بانتخابات في موعدها حتى يعبر الشعب عن إرادته ويحقق ممثليه. نقولها له، لا بد أن تعيد لنا الكرامة وأن تعيد لنا العزة، لا بد أن العزة التي تريد أن تسرقها سوف ننتزعها. فما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، ولكننا نريد أيضا استقرارا، ولا نريد فتنة، ولا نريد سفكا للدماء، وإنما نريد حقنا للدماء، نريد حقنا للدماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا بأسرها أهون من قتل دم امرئ مسلم. دم الأبرياء، دم المصريين، دم المسلمين غالي، أعظم حرمة من حرمة الكعبة، كما في الحديث الشهير. إخوتي الحضور، إخواني الثائرين، أخواتي الثائرات، ينبغي أن نعلم أنه قد مضى زمن الظلم، وولى زمن الطغيان، وولى زمن الدم الرخيص والإذلال والهوان. نسأل الله تعالى أن ينصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين، أواهين منيبين مخبتين مطيعين. ثبت حجتنا وثبت ألسنتنا واصل سقائم صدورنا واهد نفوسنا، إنك على كل شيء قدير. وأكتفي بهذا القدر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الآن مع قيمة الشيخ محمد عبد الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. الإعلام الذي يكذب كما يأكل ويشرب، يكذب كما يتنفس. هذا الإعلام إخوة الإسلام عنده إصرار عجيب على الكذب، أقسم بما يعبد أن يحفر مقبرة السلفيين بيده، ولكن كان الأمر على غير ما يريد. كما قال القائل: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. أقسم الإعلام أن يحفر مقبرة السلفيين، فرغم البراءة التي حصل عليها السلفيون من جميع المصادر، تحقيقات النيابة وشهود العيان واعتراف المجني عليه
وكل الوثائق تثبت وثيقة بعد الأخرى عدم مشاركتهم في أي خطأ أو جريمة، حتى المظاهرات التي تعقد يوم الجمعة بمنتهى الحضارة، إذا بالإعلام يصر أن يضرب بذلك كله عرض الحائط ليخبر الناس كذبا وزورا أن سلفيين فعلوا وكتلوا وكسروا إلى آخره. ولذلك إخوة الإسلام نقول لكم الآن بشارة امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وبشر المؤمنين، يجب أن تكونوا على يقين لا ريبة فيه أن حكم هؤلاء إلى زوال. يجب أن تكونوا على يقين لا ريبة فيه. يجب أن تكونوا على يقين لا ريبة فيه أن حكم هؤلاء إلى زوال، وأن الذين يحكمون بدستور غير دستور الإسلام سوف يزيلهم الله عز وجل، وأن العالم الذي يحكم بالحكم اللادينية في بلاد الإسلام وغيرها في العالم كله سوف ينتهون تماما. يجب أن تعلموا أن هؤلاء الظالمين المستبدين المتغطرسين آكلي لحوم شعوبهم أحياء سوف ينتهون تماما، ولن تنفعهم القوى التي تساندهم في الداخل والخارج. فاسمع هذه العبارة جيدا ورددها معي: إن عقلاء الإسلام في مصر يقظون تماما، إن عقلاء الإسلام في مصر يقظون تماما، ولن يسمحوا ولن يكون هناك مكان في هذه البلدة ولا في أي شبر منها يقف عليه من يكره مصر أو يكره شعبها أو يحاول تنحية الإسلام عن حسب الحياة. يجب أن تكونوا على يقين من ذلك، وإلا فنحن نجل الإسلام. هذا وعد الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف وعده. يقول عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولا شك إخوة الإسلام ولا ارتياب أن هؤلاء على باطل، والله جل وعلا أخبرنا أن الحق معنا وأن معنا ثروة هائلة عظيمة. يقول جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. عندما أقول إخوة الإسلام أن النصر سيكون من نصيبنا وأن الهزيمة تكون من نصيب أعدائنا، لست بذلك أرجم بالغيب، لست عرافا ولا منجما ولا من ضارب الودع، ولكنني أعرف طبيعة المصريين جيدا. المصريون متدينون حتى النخاع، ولن يقبلوا أبدا أن يدوس أحد للإسلام على طرف. المصريون إخوة الإسلام يتنفسون عقيدة وشريعة وإيمانا. الدين الإسلامي هو لحمه ودمه طعامه وشرابه. فاطمئنوا إخوة الإسلام تماما على الإسلام في وسط الشعب المصري، لأنهم لن يقبلوا أبدا أن يدوس أحد للإسلام على طرف. هكذا تربينا على مقولات الآباء والأجداد: عدوك عدو دينك. ولذلك إخوة الإسلام أقولها دون أدنى حرج ودون مواربة ودون أدنى خجل: إخوة الإسلام لن تستطيع قوة في الأرض أبدا مهما بلغت حاكم ولا غيره، ولا لجنة حكماء ولا مجلس شعب ولا لجنة تأسيسية، لن تستطيع قوة في الأرض أن تصرف المصريين عن شريعة ربهم. أتعلمون لماذا؟ ربهم. أتعرفون لماذا؟ لأن المصريين ممنوعون من الصرف. المصريون لا يصرفون عن شريعة الله أبدا. المصري قديما وحديثا كان يسمي ابنه محمدين، لا محمدا واحدا، بل كان يقال له: هذا شرك بالله، لا تقسم بالنبي. فكان يقول: والنبي لا أقسم بالنبي مرة ثانية. أهل العشق والغرام والهوى والحب في مصر عند لحظة الوداع
يفترقون على شهادة التوحيد، فيقول العاشق لا إله إلا الله فيرد عليه معشوقته فتقول له محمدا رسول الله، رغم أنهما يعيشان في الحرام لا يؤمن أبدا. اطمئنوا ايها السلفيون تماما، فمهما خذنا غمار السياسة لن نتبنى موقفا سياسيا ولا دبلوماسيا على حساب عقيداتنا، فالعقيدة اولا وقبل كل شيء، ومن الامانة من اعماق قلوبنا اقول اخوة الاسلام، الثورة الرائعة التي ابهرت العالم كله، هذه الثورة اذا اراد المصريون، وهذه نصيحة من القلب، إذا أرادوا أن يكتب لها النجاح فليجعلوها لله، إذا أرادوا أن يكتب لها النجاح أكثر وأكثر فليجعلوها لله كما هي. أعلمهم يا اللي جبتنا، أعلمهم يا اللي جبتنا، أعلمهم يا اللي جبتنا، زائل أو سنا ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا يا إلهي هب لنا دار السلام، وارض عنا يا إلهي هب لنا دار السلام، لجنة النشئ ستبقى تبني أجيال الصلاح، فهي رمز للمعالي وهي عنوان النجاح، دربها للخير دوما تعتليه في كفاح، فبإذن الله تحظى بنعيم وفلاح.